ونجيب عليك نفكر معا من أجل أن نخرج فورا من هذا المأزق، من عمق الزجاجة، من محاولة الاحتواء، من محاولة الانقضاض إلى بعدها الوطني والوحدوي، إلى أفق الانتصار، إلى تحقيق النجاح. نقول ضروري جدا أن يتفقوا جميعا بالساحة على الحسم. لا نفكر ولم ندور عن موضوع الجن أمنية وكذا وبعض الأمور، ولكن نخشى أن يكون هناك في مستفيدين من استمرار حالة ثورة على هذا الوضع. ربما يعني ألم تغيب الشفافية يكثر التوجس، ولذلك لدينا كثيرا من الشكوك تساورنا إن هناك من يستفيد من استمرار الثورة. ولذلك مهم جدا إن وجدنا ثورتنا في خطر أن نعمل شيء مهم نحو تجديد هذه الثورة ونحو إيجاد قيادة بديلة من أجل نجاح وانتصار الثورة. شكرا جزيلا. أنا أرى إخواني الكرام نبدأ بالأسئلة لأنها دائما تدل على الانتباه وتدل على الحضور الحقيقي لا الحضور الجسدي. أوكي الأخوة الحضور، لحد بسأل سؤال وبكتابة بورقة إلى هنا، بس يفضل أنه الآن القاضي يتكلم بعد الأسئلة حين يتم تجهيز الأسئلة. أوكي الآن مع القاضي محمد الباشا وهو ممثلا لاتحاد شباب السنة. طبعا الكلام الذي بدأنا به هو أستاذنا القاضي أحمد، صراحة كما قلت العنوان كبير والحديث هو شجون وهموم الساحة والأحداث الأليمة التي حدثت بالأمس في تعز كلها فرضت نفسها علينا. وأعتقد أن أهم النقاط التي يجب علينا أن نركز عليها وأن نجعلها ثقافة هذه المرحلة هي أربع نقاط. النقطة الأولى وجوب إيجاد قيادة لكافة مكونات الثورة. لا نرضى بأن يقود الثورة أي شخص يحمل بقايا أمراض النظام. لا نريد أن يقود الثورة أي شخص أو فئة أو تيار أو مجموعة قل عددها وكثر خبثها كاليهود ولها ظاهر وباطن ولديهم أهداف ومصالح ضيقة. يجب إيجاد قيادة شبابية. الأمر الثاني، يجب علينا أن نسعى لإيجاد ثقافة ثورية شبابية. أن الشعب لا يريد إسقاط النظام بمعنى إبداء الحذاء بحذاء، صنم بصنم، قزم بقزم، طاغية بطاغية، وإنما الشعب يريد إسقاط الظالمين، البراءة من كل طاغوت، من كل ظالم، من كل أفاك. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قاعدة ومنهج وسنة ربانية علينا أن نؤمن بها ونعمل لتحقيقها في واقع حياتنا. الأمر الثالث، أن علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي، لأن مفهوم السلمية لا يعني العجز ولا يعني التواكل ولا يعني الجلوس في الخيام ولا يعني الفرح بأن هذه الفئة تطبع منشور وتلك المجموعة تقيم ندوة، وإنما حقيقة السلمية الحركة الواعية ذات بعد النظر والمؤثرة في الواقع. الأمر الرابع، لا بد من وجود خطة من الآن للتصدي لجميع الاحتمالات. هناك كما أسلفت في كلمتي محاولات بائسة من أمريكا الكبرى السعودية خبثا ولؤما، ومن أمريكا الصهيونية ومن على شاكلتها، ومن فسقة الداخل، ومن تيار عبد الله بن أبي لاغتيال الثورة. يجب علينا أن نوجد خطة لمواجهة هذا التيار الخبيث، تيار النفاق. لقد أجزوا أن واجهت الثورة
بشتى الوسائل وعجزوا عن المبادرات، فالآن هم يخططون ويريدوا أن يلمئوا وأن يعيدوا إنتاج شخصيات جديدة. فأقول علينا من الآن أن تكون لدينا خطة لمواجهة كافة الاحتمالات، وأن نعلم أن السلمية، هناك فرق بين السلمية والسلمية إلى الله من كل الطوابير. إن أبناء اليمن لم يخرجوا من أجل شخص أو أسرة، وإنما خرجوا لإزهاق الباطل المتجذر في هذا النظام بكافة مظاهره، سواء كان تطرفا دينيا أو تطرفا لا دينيا أو فئويا أو أسريا. فطبعا إخواني الكرام، إيجاد النقاط الأربع: الخطة، القيادة، الوعي للمرحلة، أو أيضا تعميق الثقة بالله سبحانه وتعالى. وكما ذكر أستاذنا، كانت أمامنا فرصة ذهبية أن نحقق النصر بعد جمعة الكرام، ولكن نتيجة وجود تيار عبد الله بن أبي الذي ينفثون السم في ساحات التغيير، نتيجة وجود التيار الأحمق الذي كلما سمعوا صيحة مبادرة لها الأهد البائد، لأنه علي عبد الله صالح أنا مؤمن إيمان يقين أنه أهد بائد، وأن بقاءه في نحالك بقاء فرعون في قومه، فاليوم نجيك ببدنك لتكون خلفك آية. فنحن بحاجة إلى اجتثاث الثقافة الخبيثة لهذا النظام الفاسد بهذه النقاط التي ذكرتها. وإخواني الكرام، عندما تحدث أسئلة أو مداخلات هي تثير الموضوع. نسمع عن صراحة أنا لا أعرف كيف أقف أمام أشخاص أقول لهم، ربما أقف الآن ناقدة، فلذلك أستسمحهم عذرا أن أقف أمام شخصيات أنا أحترمها وهي بالفعل قديرة وقليلة، وليس تطاولا مني، وربما هو وجهة نظر وقد لا أكون فيها صائبة. صراحة جدا أنا أعتب على ما قدم اليوم، ليس كمضمونا وربما أسلوبا. نحن هنا أتينا لنكرس مفهوم الثورة الإخلاقية أكثر من مفهوم الثورة السياسية. علي عبد الله صالح خلال 33 سنة تزعم مننا كثيرا من القيم، لذلك كلمة أحذية هذه ألمتني كثيرا. إذا كان هناك أشخاص نحن نختلف وثقافتهم وسياساتهم وأساليبهم، لا يعني ذلك أننا نصفهم بهذا الوصف، طالما نحن نستطيع إيصال رسالة وبشكل آخر. ثم إنها نحن هنا لا نشكك أيضا في ثوريات الآخرين، نحن هنا لا نريد أن نكون أداة جلد، نحن نريد أن نكون إذا أردنا أن نقيم فلنكون أداة تقييم حقيقي قائم على موضوعية، أيضا موضوعية في العمل. أشكر للإخوة شكرا كبيرا وإجلالا عظيما، خوفهم على الثورة وخوفهم على سلمية الثورة وخوفهم على انتزاع الثورة، لكن أمام فتيل الوعي الذي أشعل الآن عند الكثير لا خوفا على الثورة، ولا أعتقد أن هنا من يجرؤ على استحواذ الثورة. الآن من يريد أن يستحوذ بالثورة لابد عليه أن يخاف على نفسه، وأنا متأكدة أنه سيتراجع 1000 مرة وقبل أن يقرر ذلك مضى ولا عهد الاستحواذ، الآن عهد الشعوب، عهد فتيل الوعي. لذلك أنا أقدر من الإخوة الكرام المحاضرين خوفهم على الثورة، وأتمنى أن يقفوا بموضوعية ليعطوا الحدث أيضا قيمة. ثم إنه أقول بالنسبة لكؤوس اليأس، نحن لا نريد منها المزيد، لسنا يائسين ولا نريد أن نشرب منها. نعم ثورتنا طولت، نعم ثورتنا نضجت ولا بد الآن من حسم، لكن طالما الإرادة الإلهية شاءت وأبت إلا أن تكون هناك فوائد لهذا التأخير فلنستفيد من فوائدها. لا يعني ذلك أن نستمتع بهذا التطويل، ولا يعني ذلك أن لا تكون لنا خطوات، لكن أيضا كنت أتمنى من المحاضرين أن يعطونا رسائل تطمينية وبصص من الأمل، ولا يعني أيضا ذلك أن لا نقف أمام مشاكلنا بجدية. نعم نحن نواجه خطورة ولا بد أن نقف أمامها بجدية، لكن أنا أعتقد من هؤلاء المحاضرين أنهم رائعون وأساليبهم أروع، ولذلك وقفت هنا عاتبة على الأساليب التي ربما أعطتني شيئا من الياس، أعطتني شيئا من الحمق والحقد على الآخر، وكنت أتمنى أن أجد أسلوبا أفضل أرتبه على الآخر لا أن أحمل عليه حقدا. مجددا
أكرر اعتذاري للأفاضل وأستسمحكم عذراً لتطويلي وشكراً. الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة عزيزة، أمة كريمة، لا تنحني الجباه إلا لله القائل واحد القهار. فالذين يريدوا إخضاعنا لأمريكا لسنا ملامين أن نذمهم، والله تبارك وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فثقافة القابلية للظلم أشد من الظلم. فأنا ما قصدت بالأحذية إلا أذناب أمريكا، أذناب الصهيونية المنفذين للخطط الماسونية الذين لا يريدوا لهذه الأمة أن تنهض، ولا يريدوا لهذه الشعوب أن تتحرر، ولا يريدوا لنا أن نفهم واقعنا وأن نؤدي دورنا كما ينبغي. نحن لا ندعو لليأس، وما خرجنا هنا وما ربطنا في الساعات إلا أننا أصلا قد كفرنا بالجبت والطاغوت وكفرنا باليأس. وإنما عندما يكون التشخيص سليم يكون سبب لكي يكون العملية ناجحة. نحن أمام واقع فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية، وتحدثنا حول التحذير من الجوانب السلبية، لم نعمم، لم نذكر أشخاص بعينهم، وإنما هناك مظاهر سلبية آر علينا أن نتحدث ونداهن ونجامل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا نيأس ولا نيأس، وإنما لكي نحسن تشخيص العلاج ولكي نقضي على الأورام السرطانية التي يعني لها بوادر في بعض المكونات، الكلمة الحق مرة. فنحن نريد قيادة موحدة كما أسلفت، وهذه هي بوابة عظيمة للتفاؤل ليست للياس. فما نقدنا إلا لكي صراحة تزداد ثورتنا نضجا، ولكي نعجل بالمراحل الثورية. نحن أمام ثورة على الصنم، ثورة على ثقافة الصنم، ثورة على من بقى متأثر بثقافة الصنم، وثورة ثقافية فكرية لكي نؤمن ثقافتنا وفكرنا بوسطيتنا ومنهجنا الإسلامي، لا بالمصطلحات الوافدة علينا أو بذات المنظور المتوارث من الخوارج، المنظور الضيق. فما قصدنا اليأس معاذ الله، وإنما قصدنا أن نذكر نقاط معينة لكي نخرج بثورتنا بأقل الخسائر الممكنة. أمش سيكون ثوري، فهذا معنى أن النظام يعيد إنتاج نفسه في الثورة. الشيء الآخر، هناك مخاطر حقيقية وليس يأس. إذا كان هذه الساحة خلال 4 أشهر من الانتهاكات من قبل اللجنة الأمنية لا تستطيع تغير مدير أو رئيس اللجنة الأمنية ونائبه، هناك يعني خطر على الثورة. يعني أن هذه الثورة لن تستطيع تقتلع الرئيس إذا لم تستطيع تقتلع رئيس اللجنة الأمنية. شكرا جزيلا. أولا طرح الأخوان كان، أنا حسيت بيأس وذات صراحة شاطفة صراحة وشفافية قدام الأخوان جميعا، إن الطرح كان أول شيء لا في صالح الثورة الذي إحنا مناضلين لها اليوم 4 أشهر ويدخل الشهر الخامس، ولماذا نحمس بعضاتنا البعض ونسمى بالجزمات والأحذية وإحنا لا نقول أمريكا، لا نقول أمريكا، بل مقصد فئات معينة. ولكن ما دمت أنا وأخي الحوثي وأخي الإصلاحي وأخي المؤتمري وأخي القبلي وأخي الصنعاني وأخي التعزي وأخي العدني والحضرمي جئنا وقلنا كلمة واحدة، وهي إسقاط النظام، إسقاط النظام، ليس إسقاط الفئات الثانية. الآن راعي ما هو اللي خرجنا له، وبعدها نشوف فيما بعد أن عم وصل. لماذا تحمسون الشباب لفتن داخل الساحة؟ أرجو أن تكونوا حريصين عن كلمتكم وعن الشباب اللي داخل الساحة، هم في أعناقنا جميعا، سواء كان محامي أو كان شيخ أو كان داعية أو كان ما كان، لا يجر الناس إلى الهلاك. الزح طبعا الآن تعرفوا أن قبيلة أرحب وهي تضرب الصواريخ، لماذا تضرب الصواريخ؟ لأنه بتدافع عن أبناء صنعاء وصنعاء وأبناء حضرموت وحضرموت، تمام؟ لا بتدافع عن قبيلة نه أو عن قبيلة ح.
حضرموت قبيلة أرحب الآن بتمثل ثورة الشبابية، وأنا يا حبذا أن نقول هبة شعبية لجميع